لا شك أن واتساب أصبح لا غنى عنه في الحياة اليومية، فهو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعاً وشعبية حول العالم مع أكثر من 2 ملياري مستخدم، آخرها تحديث طرحته شركة ميتا المالكة للتطبيق، وهي ميزة مشاركة الشاشة. لكن عليك الحذر، مشاركة الشاشة تهدف إلى السماح للمستخدمين بعرض مقتطفات من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يشاهدونها، وبمجرد طرحه في الأسابيع المقبلة سيرى المستخدمون أيقونة مشاركة في التطبيق، وبمجرد الضغط عليه سيتم منحهم خيار مشاركة تطبيق معين أو الشاشة بالكامل. لكن على الرغم من أن ذلك يبدو مفيداً، تأكد فقط من إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل أن تبدأ في مشاركة شاشتك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.